كما هو معروف أن وظيفة النائب هو دور رقابي تشريعي، نحن نحتاج إلى هذا الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب على الدوائر الخدمية وجميع المؤسسات الحكومية داخل نينوى. ونحن اليوم عندما نزور ربما أي دائرة نلاحظ تواجد لأولئك النواب ومكاتبهم، لكن يتواجدون من أجل تحقيق، أغلبهم من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية لمجاميع معينة دون أن يذهبوا باتجاه الرقابة الحقيقية تحديدا. وأن أغلب مؤسسات الحكومية داخل نينوى تعاني من فساد، هؤلاء النواب مطالبين بأن يقوموا بدورهم الرقابي ليس وفق الشو الإعلامي فقط أو العنتريات التي نجدها من قبل البعض، إنما هم مطالبين بأن يذهبوا باتجاه إجراءات قانونية وأن يعني يمارسوا الدور الرقابي الحقيقي على هذه المؤسسات، يقدموا ما يصلهم من ملفات إلى القضاء. بالتالي هذا الطموح الطبيعي من، لكن هذا الأمر مفقود. النواب اليوم يؤثرون بشكل كبير على يعني يتحكمون ببعض المدراء العامين داخل نينوى، يحاولون أن ينقلوا هذا ويجلبوا ذاك، يؤثرون في تنصيب بعض المدراء العامين، ولا أيضا يحاولون أن يكون لهم يعني تأثير باتجاه ما يعني ينفذ من مشاريع داخل نينوى وفق الأموال المخصصة لذلك. هناك كثير من المشاكل في نينوى، كنا نطمح أن يقوم هؤلاء النواب بدورهم الرقابي الحقيقي، لكن هذا الدور غائب. أما فيما يخص تعطيل بعض المشاريع، هؤلاء النواب يضغطون بكل تأكيد باتجاه الحصول على بعض المشاريع من خلال مكاتب قريبة ومن خلال شركات معينة، فبالتالي هناك دور سلبي مشخص لجزء من هؤلاء النواب، وينقسم إلى تقصير وبعض الأحيان إلى تدخل غير مقبول في عمل مؤسسات الحكومية داخل نينوى. نحن يعني بكل تأكيد سنكون في قادم السنوات يعني أمام انتخابات تشريعية جديدة، بالتالي اليوم المواطنون يرصدون أداء من يمثلهم في مجلس النواب الحالي، ونتطلع أن تكون الجماهير أكثر وعيا، أن تراقب بشكل دقيق أداء النواب، تعرف من يعني كان مؤهلا لتمثيلهم ومن كان عكس ذلك، وعلى الجماهير إذا كانت واعية أن تعاقب من قصر في تمثيلهم.